هذه السنة يكرم عالم تركي مسلم له آثاره في تربية أتباعه على الإيمان والتقوى وحسن السلوك واحترام الناس واحترام العلم. هو العالم الرباني الفاضل الشيخ محمود أفندي النقشبندي، وهو عالم حنفي صوفي، ولكنه ليس من الصوفية المبتدعة الذين يشيعون الخزعبلات والأباطيل وينشرون البدع والضلالات، بل هو ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله.